نعرف قصة ملكة مدغشقر التي ماتت ودفنت هي وممتلكتها بالجزائر. الملكة رانا لوفا الثالثة حكمت مدغشقر من عام 1883 حتى العام 1897 بعد وفاة الملكة رانا لوفا الثانية. تزوجت الملكة مع أحد العوام الذين ينتمون للنخبة وهو رينيال الفوني الذي كان يتقلد منصب رئيس وزراء مدغشقر. سعت رانا لوفا لطرد الاستعمار من مملكتها عن طريق تعزيز التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع كل من الولايات المتحدة ومملكة بريطانيا العظمى خلال فترة حكمها. وبعد هجمات فرنسية سقطت العاصمة أنتاناريف ليتم نفي زوج رانا لوفا إلى الجزائر مع السماح للملكة بالبقاء في الحكم رمزيا فقط. بعدها اشتدت المقاومات الشعبية في مدغشقر ليتم نفي الملكة إلى جزيرة لارينيو تابعة لفرنسا. وبعد وفاة زوجها تم نقل الملكة لإحدى الفيلات بالجزائر العاصمة برفقة العديد من أفراد أسرتها. سمح للملكة بالتمتع بحياة لائقة وسفر موسمي إلى باريس للتسوق. توفيت الملكة إثر إصابتها بصمة في الأوعية الدموية في الفيلا خاصتها بالجزائر عام 1917 عن عمر ناهز 55 عاما. دفنت ممتلكاتها في مقبرة صار ببولوغين في الجزائر العاصمة، ثم أخرجت من القبر بعد 21 عاما وشحنت إلى مدغشقر لتدفن داخل مقبرة الملكة رازوهيرينا فوق أرض مجمع روفا بالعاصمة أنتاناريفو.